يعطيكم العافية، معكم باسل العالم من بيس اند بروجرامينج، وإن شاء الله بهذا الفيديو رح نحكي عن 6 extensions in VS Code to increase our productivity. كديفلوبرز دائما نستخدم الـ VS Code، سواء إذا كنا منسوي development للفرونت اند أو إذا منستخدم فانيلا جافا سكريبت، والـ extensions بالـ VS Code بيساعدونا أو بيسهلوا علينا ننجز بعض المهام وبيخلونا نركز على الـ implementation للـ business logic تبعنا. أول extension معنا بتفيد أي front end developer اللي هي auto rename tag، وببساطة بتمكننا نسوي rename لبرد html أو xml tag. لو نروح على index.html ونشوف هون عنا piece of code بيحكي لنا بكل بساطة حسب ما احنا شايفين عنا div وعنا h1 وinside h1 وinside div في div ثاني في ul تبعنا، ومبين انه هذا هو الهيدر اللي موجود في الويب سايت تبعنا. لو بدنا نسوي ريفاكتورينج يوزنج الاوتو رينيم تاج بامكاننا نسوي سيلكت لاول اوبن تاج تبعنا، ونحكي مثلا احنا هذا البلوك بدنا اياه هيدر، فبنلاحظ من خلال الاوتو رينيم تاج انه احنا عدلنا الاوبن والكلوز تعدل دايناميكلي. بامكاننا نعيد هاي الحركه لاي ديف لأي تاج موجود بالـ HTML. هون لو مثلا بدنا نستخدم الـ HTML5 بنحكي أنه هذا ناف، فبالتالي بنشوف أنه الديف الأوبن والكلوز تعدل لناف بار. الإكستنشن هاي رح تساعد أي فرونت إند ديفلوبر أنه يكون مور بروداكتيف لما يجي يكتب الـ HTML للويب سايت تبعه. طيب خلينا نحكي عن تاني إكستنشن موجودة معنا اللي هي الـ Code Runner. لو عنا جافا سكريبت او نحكي اي بروجرامينج لانجويج سبورتس بالكود رانر، بامكاننا نسوي ديباج او انسبكت لبيس اوف كود بدون ما نشغل الابلكيشن تبعنا. لما نروح على الاب جي اس وانا عندي هون بيس اوف كود، بكل بساطه بسوي سميشن لتو نمبرز، وعندي الكونسول دوت لوج. من خلال الكود رانر بامكاني اسوي سيلكت لهذا البيس اوف كود سواء كان داخل فانكشن او لحاله، رايت كليك بيطلع معنا خيار الرن كود. لما اسوي رن كود بفتح عندي الكونسول وبنشوف هنا انه سوى رننج للتمب كود رانر فايل دوت جي اس، ومن خلاله سوى لي كونسول للريزلت تبعي اللي هو 15. لو عندنا مثلا فانكشن وبدنا نسوي ديباج ل بيس اوف كود فيه من خلال مثلا نثبت فاليوز من خلال البارامترز اللي جايتنا، بامكاننا نستخدم الكود رانر. وطبعا هو سبورتس لسي سي بلس بلس ومعظم البروجرامينج لانجويجز اللي احنا بنستخدمها اون ديلي بيسز. طيب نحكي عن الاكستنشن الثالث اللي معنا اللي هو اللايف سيرفر. اللايف سيرفر بكل بساطه بيسوي لي سيرفر على الديفلوبمنت لوكال سيرفر، بيسوي لانش لديفلوبمنت لوكال سيرفر وذ لايف ريلود فيتشر فور ستاتيك اند دايناميك بيجز. معنى لو انا عندي ال HTML فايل هاد وانا عمالي بسوي ديفلوبمنت لويب سايت، بامكاني اروح سواء كبست كنترول F1 او من خلال هون الجو لايف. لما اسوي هوفر عليه بحكي لي كليك تو ران لايف سيرفر، بسوي كليك عليه بحكي لي انه سيرفر ستارتد وعماله لسننج على البورت اللي هو 5500، وسوى لونج لل HTML للindex.html. وزي ما احنا شايفين احنا عنا التايتل تبعنا وزائدا ال H1 والناف بار. لو نضيف عليه كمان الاي عنا نحكي لوجن مثلا ونسيف ونرجع على البراوزر تبعنا، راح نشوف انه اللوجن ابيرز على البيج تبعنا. فمن خلال الفيتشر تبعيته اللي هي لايف ريلود للستاتيك والدايناميك بيجز بامكاننا نشوف التشنجز تبعونا دايناميكلي على الويب سايت. طيب نحكي عن الاكستنشن الرابع اللي معنا اللي هي البيكوك. بيكوك ببساطة بمكننا نغير الـ VS Code Color الثيم تبعه من خلال Predefined Colors اللي موجودة فيه. وإحنا كديفلوبرز بالعادة ما بنستخدم Instance واحدة من الـ VS Code، بنستخدم أكثر من Instance. فأنا عندي هون الـ Instance تبعيتي تبعت الديمو، وفي عندي Angular Application موجود عندي. لو بدي أستخدم البيكوك علشان أغير الـ Theme تبعي أو الـ Color تبعي، بإمكاني تبرس Control F1. هون بيطلع لي خيارات، لو ابحث على البيكوك بيطلع لي تو تشينج تو ا فيفوريت كلر. لو اسوي بريس عليها بامكان بيطلع لي البري ديفايند كلرز اللي موجوده فيه.
الانجولر عندي ريد، الاجر بلو، الجافا سكريبت يلو، وعندي اكثر من اوبشنز. انا هذا هذا البروجكت عباره عن انجولر ابلكيشن، فبامكاني اختار الانجولر تبعي او بامكاني اختار اي كلر موجود فيه بيست على البروجكت تبعي. طيب لو نحكي عن الاكستنشن الخامسه اللي موجوده عندنا اللي هي تودو هايلايت، بالعاده بالبروجكت تبعنا بيكون عندنا تودوز وبيكون عندنا فيكس مي، فبامكانه تو هايلايت هذول التودوز والفيكس مي من خلال الاكستنشن هاي. لو نروح على الاب دوت جي اس واجي هون احكي انه مثلا عندي تودو، وخليني احكي كرييت سميشن فانكشن، وعندي مثلا فيكس مي بالفانكشن تبعي بدي استخدم نمبرز انستد اوف سترينجز، فبامكان احكي فيكس مي واحكي يوز نمبرز instead of strings. فمن خلال التودو هايلايت احنا اول اشي شايفين انه بسوي هايلايت للتودو والفيكس مي، وبامكانه تسيرش عليهم. لو رجعنا على الاف 1 وسوينا عملنا سيرش على التودو راح يطلع معنا التودو هايلايت، وبيحكي لنا list highlighted annotations. اذا سوينا برس عليها بيطلع لنا بدنا التودو ولا الفيكس مي ولا الاول. لو نسوي list الاول راح نشوف انه فتح لنا الاوتبوت، ومن خلال الكنترول كليك بامكاننا نروح على الفايل تبعنا تبع التودو او تبع الفيكس مي. فبساعدنا انه ننظم اول اشي الكود تبعنا ونعرف التودوز تبعونا، وثانيا بساعدنا انه تلست هدول التودوز علشان نبدا فيهم بحسب البرايوريتي اللي عندنا. لو نحكي عن الاخر اكستنشن معنا اللي هي الفي اس كود ايكونز، وهاي الاكستنشن بتخلي الفي اس كود ياخذ ايكونز حسب الاكستنشن تبع الفايل اللي احنا سوينا كرييت. لو انا مستخدمها فلو نطلع على الشمال هون بنشوف انه الاب دوت جي اس ماخذ الجي اس ايكون، والاتش تي ام ال ماخذ الاتش تي ام ال، والاس سي اس اس ماخذ الاس سي اس اس. لو نروح على الاف 1 وندور على البريفرنسز فايل ايكون ثيم ونعمل بريس، هون بنشوف مالتيبل تشويسز. عندنا الماتيريال ايكون ثيم، هم اشهر تنتين اللي هم الماتيريال والفي اس ايكونز. في عندنا الاذر الايكونز اللي موجودين من خلال بامكاننا تو يوز ذم من خلال الاكستنشن هاي، وفي عندنا الفي اس كود المينيمال، وعندنا سيتي، وعندنا في اس كود ايكونز. انا مستخدم الفي اس كود ايكونز، بامكانكم تستخدموا اي ايكون، وفي عندنا نن بدون اي ايكون، بس مش ريكومندد، الافضل انه نستخدم الماتيريال او الفي اس كود ايكونز. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناه وتحطوا لايك على الفيديو، وان شاء الله بنشوفكم بفيديوهات قادمه. يعطيكم العافيه.